تقول لا من اليمن، تقول ما حكم الاعتصامات والمظاهرات وهل لها وجه في الدين، حيث أفتى بعض العلماء أنها من أعظم الجهاد في سبيل الله ضد الظلمة. هذا الكذاب اللي يقول إنه من الجهاد، هذا الكذاب، ليس بالمظاهرات من الجهاد، هذه مما يحرمها الإسلام لما فيها من المفاسد، ما فيها من معصية ولي الأمر، ما فيها من الفوضى، ما فيها من سفك الدماء، ما فيها من التحريض، ففيها مفاسد وليست من دين الإسلام في شيء، إنما هذا نظام أرضي، هذا نظام غير المسلمين. أما المسلمون فإنهم يلزمون الهدوء والسكينة وحل المشاكل بموجب الشرع لا بالمظاهرات